لو الحكاية فيها إن فيتو مفيش أي رد فعل من امبارح من الحكومة بالإضراب لغاية النهاردة أو من الهيئة حتى؟ مفيش أي رد فعل. لا في رد فعل. الأستاذ كمال أبو عيطة امبارح اتصل وبيقول لك ادينا فرصة 48 ساعة عشان نقدر نحل لكم مشكلتكم. المشكلة مش زي ما هم بيقولوا من 8 أشهر، احنا من 2011. وفي من 8 أشهر من شهر 6 اللي فات باعتين للدنيا كلها، من أول رئيس الوزراء لوزير المالية للمحافظ لرئيس الجمهورية لرئيس الهيئة، عندنا مفيش أي استجابة. البلد مفيهاش فلوس، قانون الحد الأدنى ولا الكلام اللي هو بعته في الورق، يعني مفيش أي استجابة لتنفيذ مطالبكم. هو بيقول لك اديني 48 ساعة، اديني 48 ساعة. وأنتم مستمرين في الإضراب؟ لا، انزل واديني 48 ساعة. طب أنت اديني مطلب عشان أعرف أنزل عليه، وخد بعد كده مش 48 ساعة 48 شهر، وقول لي كل شهر هتاخد كذا، كل 6 شهور هتاخد كذا، بس نفذ لي مطلب. الناس دي تحس إن هي جابت حاجة. تمام. في انتوا ايه رد فعل يعني لو ما فيش تنفيذ للفعل؟ هم زي ما هم شايفين كده في الاضراب 11 جراج، بعد كده بقوا 23، النهارده بقوا 25 في تصاعد. تمام. لو ما يعني في تصاعد الاضراب في حاله عدم تنفيذ في تصاعد، وكل ده على الناس وعلينا، علينا قبل الناس، لان انا برضو عندي بنتي وعندي ابني وعنده وبيروح دروس وبيروح هنا، انا نفسي قاعد اروح فين؟ كل واحد فينا متجوز، مراته بتروح مواصلات وبتتبهدل، والميكروباص مقسم الحتة بدل ما بيبقى المسافة بجنيه بيقسمها لـ30 حتة، وكله علينا برضو لان احنا من الشعب. تمام. شكرا.